القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. سيارة للبيع. في العام 2000 بعد علاقة استمرت عاماً كاملاً، تزوج الشاب توفيق العرساوي الشابة فاتن الشماسي. كان توفيق يعمل موظفاً في إحدى المصالح الإدارية في أصيلة، المدينة التي ولد وترعرع بها كما هو الشأن بالنسبة لزوجته فاتن. ولكن والدي توفيق عارض ومنذ البداية هذا الزواج، وكانت لديهما من الأسباب ما يريانه كافيا لإبداء معارضتهما. والحقيقة أن توفيق الذي كان في 26 من العمر لم يكن مستعجلا الزواج من فاتن لولا أنها كانت تلح على ذلك، فقد كان يعلم ماضيها وعلاقاتها السابقة مع شبان آخرين، ومن بينهم من كان في دائرة أصدقائه المقربين. يذكر توفيق كيف أقسمت له ويمناها على نسخة من القرآن الكريم بأنها لن تعود إلى أي من علاقاتها السابقة، وأنها ستخلص له ما بقيت على قيد الحياة. يذكر توفيق كل ذلك، ولكن فاتن ما لبثت أن استنتجت إصرار والدي توفيق على إنهاء تلك العلاقة الزوجية، وقد سعت إلى الاحتفاظ به. حاولت جاهدة أن تنجب منه ولدا أو بنتا تجعله يتمسك بها زوجة وأما لولده أو بنته، ولكن الشهور مرت ولم يتحقق الحمل. وكانت تعلم أن والدة توفيق كانت تلح عليه في تطليقها، وأن والده خيره بين أن يحافظ على صلته به أو أن يتمسك بتلك التي يصفها بالفاجرة. ثم إنها عاينت كيف أن والده، وقد يأس من أن يطلقها منه، منع على توفيق أن يدخل بيت العائلة. كانت فاتن في سباق مع الزمن، ترى أن عليها أن تنجب في أقرب وقت، وكانت قد رافقت زوجها إلى طبيب متخصص أكد لهما بعد الفحص والتحاليل أنه لا يوجد أي عائق يحول دون الإنجاب، وأن المسألة مرتبطة بظروف نفسانية سيتمكنان من تخطيها مع الوقت. ولكن فاتن ليست مستعدة للانتظار وقتا إضافيا، وهكذا سعت إلى إحياء علاقات قديمة مع عشاق سابقين بعد أن استنفذت كل المحاولات، وبعد أن طرقت أبواب الأطباء والعشابين والعرافين ومن هم في حكمهم. كانت غايتها أن تحمل من عشيقها السابق وأن تنسب الحمل إلى توفيق، الذي كانت مطمئنة إلى أنه لن يشك لحظة في أن الجنين له. كان العشيق السابق قد استقر بطنجة، وهكذا صارت تنتقل إليه مستعملة سيارة زوجها. كانت تدعي أنها ستزور أقرباء لها في أصيلة، فتأخذ طريق طنجة بعد أن يكون توفيق قد التحق بمقر عمله. في طنجة في شارع فاس كان العشيق القديم الجديد لفاتن يسكن شقة في إحدى العمارات. تكررت زياراتها إليه، ولما لم تحمل منه صارت من حين لآخر تلتقي خلانا سابقين مثله. ما كان يهمها أن تحتفظ بتوفيق زوجا، ولعلها في العمق كانت تريد كسب رهان قوة مفتوح الآن مع أم زوجها. في الإدارة التي كان يعمل بها توفيق كان أحد الأعوان ممن يحومون حول فاتن، وقد اتخذته مخبرا وعينا لها على توفيق يأتيها بكل أخباره. وكانت والدته بعد أن منعه والده من زيارة بيت العائلة كانت تلتقيه في باب المؤسسة التي يعمل بها، وكان ذلك العون يسترق السمع. وقد أبلغ فاتن بأن والدة زوجها تلح عليه في تطليقها، وتعيره بأنها عادت إلى ماضيها وإلى من كانت تتخذهم خلانا من قبله. ولكن توفيق لم يكن لأسباب سيظل يجهلها يكلف نفسه عناء التدقيق في صحة ما تحمله والدته من أخبار، بل إنه لم يكلف نفسه مرة أن يلقي نظرة على عداد الكيلومترات في سيارته ليعلم أن فاتن لم تكن تستعمل السيارة داخل أصيلة فحسب، بل إنها كانت تقطع مسافات أبعد بكثير. كان الشاب يجتهد في عمله بالرغم من كل تلك الظروف المحيطة به،
وقد نال مكافأة نهاية تلك السنة كانت مبلغا ماليا محترما، فكر أن يوظفه في شراء سيارة جديدة. قام بعرض سيارته للبيع عن طريق بعض السماسرة، ولكن ما تلقاه لم يكن في مستوى ما يطلبه، وقد نصحه أحدهم أن يباشر أمر بيع سيارته بنفسه، وأن يقوم بما يقوم به كثير من الناس، أن يكتب على ورقة تلك العبارة المعلومة سيارة للبيع، وأن يضيف رقم هاتفه الشخصي، وكذلك فعل. كان يعلم أن بيع السيارة قد يأخذ بعض الوقت، وأن المرجح ألا يتسنى ذلك قبل حلول فصل الصيف، حيث يكثر الطلب على السيارات المستعملة. لم يكن كل ذلك عائقا في طريق فاتن التي واصلت التردد على شقة عشيقها في شارع فاس بطنجة. وكان والد توفيق لفرط ما يتناهى إليه من أخبارها تلك التي يصفها باللعينة، فقد قام بتكليف أحدهم بمراقبتها والتقاط صور لها حين تكون مع واحد من خلانها السابقين. وجاءته والدته ذات مساء بصورها، يومها كاد يغمى عليه ولم يقوى على الوقوف، وتم نقله على عجل إلى إحدى المصحات. صار توفيق يعلم علم اليقين أن فاتن نقضت عهدها ونكثت، وقد عزم على الرد بأقوى ما يستطيع. تقدم إلى أحد نواب وكيل الملك وقص عليه الحكاية، حكاية فاتن زوجته الخائنة، وسجل شكاية ضدها من أجل الخيانة الزوجية. وقد أصدر نائب وكيل الملك أمرا إلى رئيس مفوضية الأمن بأصيلة يطلب منه تسجيل تصريحات توفيق العرساوي. لما وقع على المحضر الرسمي صار على مصالح الأمن أن تقوم بالبحث للوصول إلى ما يثبت وقوع فعل الخيانة الزوجية أو عدم وقوعه. ولا يخفى على العارفين بمثل تلك القضايا أن الأمر قد يستغرق وقتا، فالفصل 93 و400 من القانون الجنائي يشترط فيما يتعلق بالفساد والخيانة الزوجية ضبط الطرف الخائن في حالة تلبس أو اعترافا تضمنته مكاتبات أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، وذاك أمر عسير التحقيق، ولذلك كثيرا ما يفلت الأزواج الخائنون من العقاب. أبلغ العميد المكلف بالقضية توفيق بأنه بإمكانه الاتصال به في كل وقت لإبلاغه بالمستجدات، وأعطاه رقمه الهاتفي الشخصي. كانت قد مرت 10 أيام على تعليق تلك الورقة على الزجاج الخلفي لسيارة توفيق التي يريد بيعها، وكانت فاتن تواصل استعمالها. وذات يوم بينما كان توفيق في عمله في حدود الساعة 3 بعد الزوال رن هاتفه. كان المتصل رجلا يريد شراء السيارة، وقد طلب منه أن يلتقيه بأسرع ما يمكن حتى إذا ما اتفق على الثمن تعاقد قبل أن تغلق المصالح الإدارية أبوابها. طلب توفيق من الرجل أن يلتحق به في مقر عمله بأصيلة. رد الرجل بأنه واقف الآن أمام سيارته في شارع فاس بطنجة. ذهل توفيق لما سمعه، وأيقن أن زوجته التي أخذت السيارة هي الآن في أحضان عشيقها السابق. أنهى المكالمة مع الزبون واتصل بالعميد الذي يتابع شكايته وأبلغه بالجديد. كان العميد يعلم السرعة التي يتعين التحرك بها. اتصل بنائب وكيل الملك بعد أن حمل معه توفيق في سيارة الشرطة، وكانت التعليمات أن يتوجه إلى العنوان المشار إليه في شارع فاس بطنجة. أبلغ أن أحد الضباط من شرطة طنجة سيكون في انتظارهما. كان توفيق يعرف الشقة التي يسكنها العشيق القديم الجديد لفاتن. كانت السيارة مركونة بالقرب من باب العمارة، وبسرعة صعد برفقة العميد والضابط إلى الطابق الثاني. طرق العميد الباب، بعد ثوان فتح رجل ليس له من الملابس إلا التبان، وقد فاجأه وجود توفيق كان يعرفه. لم يتردد العميد فاقتحم الشقة، تبعه الضابط وتوفيق. في غرفة النوم كانت فاتن متحللة من ثيابها، كانت تحاول أن تتغطى بإزار كان قد سقط على الأرض. طلب منها العميد ارتداء ملابسها لمرافقته مع عشيقها إلى مقر ولاية الأمن. هناك أنجزت المسطرة التي تم تقديمهما بها إلى المحكمة. لم يخطر ببال فاتن مرة
أن ذاك الإعلان عن بيع السيارة حيث رقم هاتف زوجها سيجعلها تنكشف عارية على فراش عشيقها. شامة والرضيع، الحلقة الأولى. في مطلع العام 1980 رزقت جميلة الغراس وزوجها عبد الخالق المنصوري بمولودهما الأول. كان مولودا ذكرا، اختار له من الأسماء ربيع. كانت جميلة موظفة، وجدت نفسها بعد أن انقضت رخصة الولادة في مواجهة مشكلة عانت وتعاني منها أسر كثيرة. من سيتولى أمر الرضيع حينما يكون الأب والأم في عملهما؟ كما أسر كثيرة لجأت جميلة إلى خدمات سمسارة تخصصت في جلب الخادمات والمربيات، بل من تضعن أنفسهن في حكم المربيات. وهكذا في صباح 25 من مارس من العام 1980 طرقت باب منزل جميلة الكائن في شارع علال الفاسي بالرباط سيدة شابة سوداء البشرة. كانت تبدو في 30 من العمر، وكانت أنيقة المظهر. قدمت نفسها باسم شام العطار، وكما توقعت جميلة كانت المربية المنتظرة. تحادثت معها ربع ساعة أو ما يقرب من ذلك، وأبلغتها بأنها موافقة على تشغيلها أسبوعا على سبيل التجريب. لم تعارض المرأة، طلبت منها بطاقة تعريفها الوطنية فسلمتها نسخة لها. أدخلتها الصالون وسلمتها الرضيع الذي كان في شهره الثالث. ظلت طيلة ذلك اليوم تراقب كيفية تعاملها مع الصبي. بدا لها أن شامة تجيد العناية به، وأنها قد تكون خير من تؤتمن عليه. كانت جميلة قد طلبت عطلة إضافية من أسبوع، كان أسبوعا لمراقبة شامة. وبعد أن انقضى استأنفت عملها. كانت في الأيام الأولى تتصل هاتفيا بشامة على رأس كل ساعة تقريبا لتطمئن على صغيرها. كانت كلما عادت إلى البيت في المساء تجد الرضيع في أحسن حال. كانت جميلة لا تخفي رضاها عن العمل الذي تقوم به شامة، ولذلك قررت آخر الشهر أن تضيف إلى الأجرة الشهرية التي تم الاتفاق عليها علاوة لتشجيعها. لم يتردد زوجها عبد الخالق بدوره في إكرام تلك المربية الشابة. وكما مر الشهر الأول مر الشهر الثاني بلا أدنى مشاكل. كان ربيع وهو على مشارف شهره السادس يملأ البيت سعادة. في مثل تلك السن المبكرة يستحوذ الصغار على كل اهتمام، ضحكاتهم وابتساماتهم وحتى هيئة نومهم تحتل محور كل حديث داخل الأسر. اضطرت ظروف العمل جميلة إلى أن تفطم ولدها مبكرا، وبتوجيه من الطبيبة التي تتولاه تم تعويض حليب الأم بحليب اصطناعي. وقد سلمت لشامة دفتر التلقيح وبه تبيان لمواعيد وجبات الرضيع. في 29 من مايو من العام 1980 تسلمت شامة أجرتها الشهرية من جميلة فضلا عن العلاوة. غادرت إلى مسكنها كما كانت تفعل كل مساء، وفي الصباح التحقت بالبيت. وصلت متأخرة بعض الشيء عن أوقاتها المعتادة. كانت جميلة تستعد للتوجه إلى عملها برفقة زوجها. كان الصبي نائما، أوصتها بأن تعد له حماما دافئا وأن تلبسه ثيابا جديدة دلتها على مكانها. كانت جميلة قد اطمأنت الآن لأن شامة مربية تتقن عملها. غادرت هي وزوجها، وعلى غير عادتها لم تتصل جميلة بالبيت طيلة ذلك اليوم. ظلت منهمكة في عملها. في المساء لما عادت قرعت جرس الباب مرة ثم ثانية، ولما لم تتلق ردا أخرجت المفتاح من حقيبتها اليدوية وفتحت الباب. توجهت مباشرة إلى غرفة الصبي، لم يكن في سريره. نادت: شامة، شامة. لا من مجيب. لم تكن شامة تغادر البيت إذ لا حاجة لها في الخارج، كان كل شغلها أن تعتني بالصغير. انتاب جميلة قلق شديد ثم خوف لم تجد له وصفا دقيقا. اتصلت بزوجها وأبلغته أنها لم تجد لا شامة ولا الصبي في البيت. لم يتأخر عبد الخالق في الوصول. وجدها خائرة القوى في الصالون، كانت تبكي. حاول تهدئتها
لم تكن تعلم عنوان سكنها، ولم يكن لديها من ملجأ سوى تلك السمسارة التي جاءت بها. لما اتصلت بها قالت لها إنها هي الأخرى، لا تعرف مكان سكن شامة، وإنما جاءتها بتوصية من إحدى الخادمات. لم يكن عبد الخالق على استعداد لإضاعة المزيد من الوقت. أمضي الليل ينتظران الصباح، وفي الساعة الأولى توجه إلى مفوضية الشرطة بحيهما. استقبلهما العميد وسجل تصريحهما ووعدهما بأنه سيعمل على العثور على شامة والرضيع خلال ساعات. مضى ذلك اليوم ولم يتم العثور على أثر لشامة ولا للرضيع. كان قلق الزوجين الشابين يتزايد، ولذلك التجأ إلى قريب لهما يشغل منصبا هاما في وزارة الداخلية. أحالهما على والي الأمن بعدما اتصل به. استقبلهما الوالي وأوكل قضيتهما إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. كان عليهما أن يدلي بكل ما لديهما من معلومات حول شام العطار. كانت مع عبد الخالق صورة لطفله الرضيع، وأيضا نسخة بطاقة التعريف الوطنية التي سلمتها شام لجميلة يوم شغلتها. لم تكن صورة صاحبة البطاقة واضحة، ولذلك اضطر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى استخراج الجثاثة الخاصة بصاحبة تلك البطاقة. لم يكن يخامر عبد الخالق ولا زوجته جميلة أدنى شك في أن الجثاثة ستنطق بكل المعلومات التي تخص شام العطار، تلك التي اختفت ومعها الصبي. ولكن التحريات التي أجريت حول صاحبة البطاقة أفادت بأنها صرحت بضياعها قبل 3 أشهر واستخرجت نظيرا لها. لم يكن اسمها شامة تلك المربية سوداء البشرة، فمن تكون إذن تلك المرأة؟ أيقنت جميلة وزوجها أن ابنهما تعرض للخطف، وأن تلك التي شغلاها عندهما واستأمناها عليه هي التي خطفته. أصيبت جميلة بانهيار عصبي وأدخلت مستشفى الأمراض النفسية. كانت تسعد بولدها وها هو يستحيل مجرد صورة في خيالها وذكرى أليمة. تماسك زوجها عبد الخالق وظل يقاوم الألم الذي كان يعتصر أحشاءه. سلم أمره لله. لم تمكن الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية من اكتشاف أثر للمرأة التي ذهبت بالصبي. تبين الآن أنها لم تكن شام العطار، تلك هوية انتحلتها. التحقيق الذي أجري مع تلك السمسارة التي جاءت عن طريقها لم يحمل ما يفيد. ولكن عمل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لم يتوقف عند ذلك الحد، فقد أوكل رئيس المصلحة إلى العميدة فاطمة عتاق أن تذهب إلى المستشفى وتحاول إخراج جميلة من الصمت الذي تلزمه، وتحصل منها على معلومات إضافية حول سلوك تلك المرأة. كان على العميدة فاطمة أن تزور جميلة في مستشفى الأمراض النفسية أكثر من مرة، ولما بدت وقد اطمأنت إليها حدثتها عن تلك المرأة. قالت إنها كانت تعامل الصبي بحب لا يضاهيه إلا حب الأم لمولودها، كانت تتفانى في الاعتناء به. استطاعت العميدة فاطمة أن تعلم من جميلة أن تلك التي انتحلت اسم شامة أخبرتها أنها تزوجت 3 مرات، وكان مآل زواجها الطلاق في كل مرة لأنها لم ترزق الولد. أيقنت في النهاية وبعد أن خضعت لعدة فحوص طبية أنها عاقر. قالت جميلة إن ما أثار استغرابها أن تلك المرأة التي تسمت باسم شامة كانت ذات مستوى تعليمي جيد، وأنها قبلت بأن تعمل مربية بدل أن تبحث لنفسها عن وظيفة أخرى. بعدما تماثلت جميلة إلى التعافي من صدمتها، علم منها زوجها عبد الخالق أن تلك التي ذهبت بالصبي كانت تعلم مواعيد التلقيح التي يجب ألا تفوت. فكر وقد لاحظ بدوره حبها للصبي أنها سوف تظهر في مركز من المراكز الصحية، ولذلك مضى في جولة عبر تلك المراكز في الرباط وسلا وتمارة وصخيرات وفي بوسنيقة، وصولا إلى المحمدية والقنيطرة. كان يعمم صورة الرضيع المفقود طالبا من العاملين في تلك المراكز مساعدته على استرداد ولده. كان في كل مرة يقدم أوصاف تلك التي أخذت الصبي. قام عبد الخالق أيضا
بنشر صورة ولده في عدة صحف، التجأ أيضا إلى برامج إذاعية وتلفزيونية تعنى بالمتغيبين والمختفين. طرق كل الأبواب. مرت الأسابيع والشهور، انقضى عام كامل ولم يظهر أثر للصبي ولا للمربية سوداء البشرة التي ادعت أن اسمها شامة. ولكن جميلة كما زوجها لم يفقد الأمل، كان لديهما إحساس بأن ربيع سيعود إليهما سالما. الحلقة الثانية والأخيرة. مر عام أو كاد على اختفاء شامة ومعها ربيع مولود جميلة الغراس وعبد الخالق المنصوري. ظل الأبوان يحتفظان بصور الصبي، كل تلك الابتسامات التي كانت ترتسم على وجهه مستيقظا أو نائما صارت تذكي نار الألم بداخلهما وتؤجج الشوق إليه. ذهبت به تلك التي حسباها خير من استأمناها عليه. تذكرها جميلة تلك المرأة سوداء البشرة التي كانت تعابير وجهها توحي بحنان وطيبوبة، كيف لها أن تأخذ الولد وتترك لهما الوجع؟ أحيانا لا يصدقان. كانت التحريات التي قامت بها الشرطة في الرباط قد انتهت إلى باب مسدود. تبين أن تلك المرأة لم يكن اسمها شام العطار كما أوهمتهما يوم قدمت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وإلى أن يعثر عليها ويعلم هويتها الحقيقية سيظلان يذكرانها باسم شامة. كان عبد الخالق المنصوري قد جال بكل المراكز الصحية في الرباط وفي سلا وفي المدن المشاورة ملتمسا المساعدة. كان يظن أن شامة أو تلك التي ادعت أن اسمها شامة ستتقدم يوما ما لدى أحد المراكز الصحية، فقد كانت تعلم بمواعيد التلقيح وأيضا بمواعيد المراقبة الطبية. كان رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد أوكل إلى العميدة فاطمة عتاق مهمة زيارة جميلة في مستشفى الأمراض النفسية، وقد علمت منها أن المرأة سوداء البشرة كانت تتعامل بحب وحنان مع الرضيع، كما علمت منها أنها لم تكن أمية بل كانت ذات مستوى تعليمي جيد. علمت العميدة أيضا أن المرأة التي كانت في عقدها الثالث تزوجت أكثر من مرة، ولأنها لم تنجب فقد كان الطلاق مآلا لتلك الزيجات. أيقنت تلك التي تسمت باسم شامة أنها عاقر. فهمت العميدة أن تعطش المرأة إلى الأمومة هو الذي جعلها تقبل بالعمل مربية لدى جميلة وزوجها. مر عام ولم يظهر أثر للرضيع، تتصوره أمه وهو يخطو خطواته الأولى، تدمع عيناها كلما تخيلت. لم تفقد جميلة ولا زوجها الأمل في استرجاع ربيع. لم يغادر جميلة إحساس الأم ذاك الذي يقول لها وبلغة لا تفهمها إلا الأمهات إنه حي وسيعود. نحن الآن في غشت من العام 2009، في ورزازات في المستشفى المركزي. كانت رئيسة الممرضات خديجة عماني تستقبل النساء اللواتي جئن لإجراء الفحص الطبي الدوري لأطفالهن. كانت تعرفهن جميعا إلا واحدة. صباح ذلك اليوم لفت انتباه خديجة وجود امرأة سوداء البشرة في صف المنتظرات، كانت تحمل طفلا أبيض البشرة. حسبتها تعمل عند إحدى الأسر كلفتها بإحضار الصبي للفحص الطبي. بدت المرأة متوترة. لما تقدمت أمامها رئيسة الممرضات رجتها أن تعجل بإدخالها عند الطبيب لأن الصبي يعاني من ارتفاع في الحرارة. قالت لها إن حرارته تقارب 40 درجة وإنه مريض منذ أن أصابه سعال قبل بضعة أيام ولم ينفع معه الدواء الذي أعطي إياه. طالبتها الممرضة بالدفتر الصحي، ولكن المرأة ردت بأنها حديثة عهد بالإقامة في ورزازات وقد نسيت الدفتر في المدينة التي كانت تقيم فيها. ولما سألتها كبيرة الممرضات إن كان الصبي ابنها أم هي جاءت به نيابة عن أمه، تفجر غضب المرأة. تحاشت الممرضة كل تصعيد. كان الصبي يعاني ولذلك أذنت لها بالدخول إلى قاعة الفحص ثم واصلت عملها. تذكرت كبيرة الممرضات شيئا ما، تذكرت قصة صبي اختفى مع مربيته وكان من أوصافها أنها سوداء البشرة.
كانت خديجة عماني تعمل إلى زمن قريب في مستشفى الأطفال بالرباط، وكانت قد التقت والدي صبي اختفى مع المربية التي استأمناها عليها. في تلك الأثناء استدعتها الطبيبة وطلبت منها أن تعد سريرا لأن حالة الصبي تستلزم عناية خاصة. دهشت المرأة التي حملت الصبي وحاولت أن تقنع الطبيبة بأنها قادرة على العناية به في البيت. رفضت الطبيبة، ولما لاحظت إلحاحها قالت لها إنها ستسمح لها بالمبيت معه في الغرفة على أن تحضر معها ما تحتاجه من غطاء. تذكرت خديجة وهي تدقق النظر في تلك المرأة وفي ذاك الرضيع أن الأوصاف التي كان أبواء الرضيع الذي اختفى يقدمانها تنطبق تماما على تلك المرأة وعلى ذاك الصبي. مع ذلك فإنها لم تشأ أن تستعجل الأمر. في زوال حينما غادرت المستشفى إلى بيتها عرجت على مفوضية الشرطة القريبة، كانت قد تعرفت على عميدة تعمل هناك إذ جاءت إلى المستشفى لتلقيح والدها. كانت المرأة سوداء البشرة قد غادرت المستشفى لتستقدم ما ستحتاجه لملازمة الصبي. حكت كبيرة الممرضات للعميدة ما شاهدته وعادت بها إلى قصة الصبي الذي اختفى في الرباط مع مربيته قبل عام أو نحو عام. كان ما قالته خديجة كفيلا باستحضار العميدة مذكرة البحث التي عممتها الإدارة العامة للأمن الوطني. نقلت العميدة إلى رئيسها ما علمته من خديجة كبيرة الممرضين في المستشفى المركزي لورزازات. وبعد أن استخرج الملف الذي يتضمن مذكرة البحث عن الصبي المفقود كلفها بمرافقة العميدة إلى المستشفى وأن تحاول التقاط صورة لتلك المرأة التي يشتبه في كونها المربية التي خطفت الصبي من الرباط. كان عليها أن تفعل دون إثارة الانتباه تفاديا لتبعات كل خطأ في الشخص المقصود. بعد ساعة عادت خديجة إلى المستشفى ترافقها العميدة لطيفة القدوري. تظاهرت بالتجول في أجنحة المستشفى وفي غفلة من المرأة التقطت لها صورة وهي تحمل في ذراعها الصبي. مر كل شيء سريعا ثم عادت العميدة إلى المفوضية. كانت الصورة واضحة وقد تولى قسم البرقيات إرسالها إلى ولاية أمن الرباط. كان المطلوب أن تعرض تلك الصورة على والدي الطفل الذي اختفى مع مربيته قبل سنة خلت. عصر ذلك اليوم تلقت مفوضية الشرطة في ورزازات الرد. لقد تعرفت جميلة غراس وزوجها عبد الخالق المنصوري على ولدهما ربيع. كانت المرأة التي تحمله هي المربية نفسها التي ادعت أن اسمها شام العطار. وكانت تعرفهما على الصبي وعلى المرأة وراء قرار بوضعها والصبي تحت المراقبة. صباح 15 غشت كانت العميدة فاطمة عتاق تلك التي تولت الملف في ولاية أمن الرباط تقف بباب المستشفى المركزي لورزازات ومعها عدد من المفتشين. حضرت أيضا إلى ورزازات جميلة وزوجها عبد الخالق والدي الصبي. استدعت العميدة فاطمة كبيرة الممرضات خديجة عماني وطلبت منها أن تستدرج المرأة المشبوهة فيها، وما أن ظهرت في فناء البناية حتى أعلن الزوجان أنهما يتعرفان إليها وأنها هي نفسها المربية شامة. لم تتردد العميدة في القبض عليها، صفدت ونقلت إلى المفوضية. كان الصبي في فراشه في قسم العناية. طمأن الطبيب جميلة وعبد الخالق بأن حالته الصحية في تحسن وأن عليهما أن ينتظر يومين أو ثلاثة قبل استرداده. لم يعد يهم جميلة وعبد الخالق سوى استرجاع ولدهما واحتضانه. نقلت تلك التي تسمت باسم شام العطار إلى الرباط للبحث والاستنطاق. تولت المهمة العميدة فاطمة عتاق، وتبين أن المرأة سوداء البشرة تنحدر من أسرة ميسورة الحال من الراشدية وأن اسمها الحقيقي عائشة الواسط. كانت موظفة في البلدية وتعرفت على أحد القواد تم تعيينه في المنطقة، تزوج ولما لم تنجب طلقها. تزوجت مرتين بعده ولم ترزق الولد. كانت تتوق إلى أن تصير أما
ولما تبين أنها عاقر قررت أن تتقمص شخصية مربية، وكذلك دخلت بيت جميلة وعبد الخالق. قالت وهي تعترف إنها لما آنست تعود الصبي عليها أخذته ومضت، تنقلت من مراكش إلى أجدير وصولا إلى ورزازات. لما عرضت العميدة نتيجة عملها على الوكيل العام للملك، طلب منها إن كانت لديها أدلة تثبت أن الطفل هو ابن جميلة وعبد الخالق. لم يكن لديها من دليل غير تعرف الوالدين على ولدهما، ولم يكن ذلك ليكفي. تم إخضاع الأبوين والطفل لتحليل الحمض النووي، وبعد أسبوع ثبت أن الطفل هو ربيع، وقتها فقط استعاده أبواه. سيدي موسى الغضبان. لم يكن سيدي موسى ممن يسرع الغضب إلى قلوبهم ولو أن اسمه الغضبان. لما كان في 26 من عمره وكان يدرس بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، تعرف على شابة تصغره بأربعة أعوام. كانت نوال محمدي توشك على التخرج من كلية الآداب. نشأت علاقة حب بين الشابين اللذين اتفقا على تتويجها بالزواج فور تخرجهما وحصول موسى على وظيفة. كثيرة هي في دفاتر الحياة مثل قصة الحب الجميلة هذه، ولكن جاء موسى الغضبان من قلعة مجونة للدراسة في المعهد الوطني للزراعة والبيطرة. كان شابا أسود البشرة وسيما ينتسب إلى الزاوية الناصرية، ولذلك يسميه أهله بسيدي موسى، شاب لين الطبع هادئ المزاج. أما نوال المحمدية التي فتن بها وفتنت به، فهي من أسرة ميسورة الحال. ولدت في الرباط لأب يتاجر في الأثواب، وأم لا تفتأ تفتخر بانتمائها إلى واحدة من الأسر العريقة في فاس. ولكن الشابين في العلاقة الناشئة بينهما يتجاوزان كل هذه الاعتبارات، ينظران إلى الحياة من زاوية مختلفة. نشأ سيدي موسى في قلعة مجونة. كان والده مزارعا يملك أراضي شاسعة في المنطقة، ولذلك نرى الشاب سيدي موسى ابن بيئته اختار أن يدرس الزراعة. في العام 96-900 تخرج من المعهد الوطني للزراعة والبيطرة. حصل على الدكتوراه في البيطرة بامتياز بعد أن ناقش أطروحته حول تجديد نسل الماعز. لقد ساعده في ذلك والده الذي أتاح له أن يجري تجارب متعددة في ضيعته بقلعة مجونة. ما أن تخرج سيدي موسى حتى وجد وظيفة في وزارة الفلاحة، وقد اندمج سريعا ضمن فريق الأبحاث الذي عين ضمنه. لما بدأت تتحسن ظروفه المادية، قرر سيدي موسى أن يفي بوعده وأن يتقدم لخطبة نوال. مهدت له الفتاة الطريق إلى والدها السيد عبد القادر المحمدي تاجر الأثواب المعروف. أوحت إليه بأنها لن تجد سعادتها إلا مع سيدي موسى. لم يمانع الأب، وكيف له أن يغضب نوال وليس له من بنت سواها. موقف أم نوال السيدة سليلة العائلة العريقة في فاس كان موقفا معارضا لزواج ابنتها نوال من شاب أسود البشرة. أصرت نوال على أنها لن ترضى بغير سيدي موسى زوجا، وإذا ما تمسكت الأسرة برفضها فإنها سترافقه إلى قلعة مجونة ليقام حفل الزفاف على طريقة أهل تلك المنطقة. كان موقف نوال صارما، لم تجد عائلة المحمدي سبيلا إلى الرفض. تم الزواج. أقام التاجر عبد القادر المحمدي حفل زفاف يليق بابنته نوال. حضرته عائلة سيدي موسى من قلعة مجونة، واستقر الزوجان الشابان في سكن محترم بحي الليمون. تم الزواج، ولكن أم نوال اعتبرت أن زواج ابنتها من الشاب أسود البشرة هزيمة لها، ولذلك فهي مصممة العزم على نسف هذه الزيجة. كان لأسرة المحمدي ولد يصغر نوال، كان في 19 من عمره لما تزوجت شقيقته. وعكس نوال التي كانت مثابرة في دراستها، كان شقيقها واسمه حميد متهاونا مستهترا، ومع ذلك فإن والدته كانت تدلله. لقد أمعنت في تدليله في المدة الأخيرة، تريده أن يكون حليفا لها في نسف زواج نوال من الرجل الأسود. كانت أم نوال
تصفه بالعبد الحرطاني. ذات عيد، نحن الآن في العام 98-900 و1000، حل سيدي موسى وزوجته ضيفين على أصهاره. تقرر أن يمضيا الليل. كان الأب عبد القادر المحمدي يولي زوج ابنته سيدي موسى تقديرا خاصا، ولذلك تخلى لصهره وابنته عن غرفة نومه تلك الليلة، ليلة العيد. في الصباح خرج سيدي موسى وصهره إلى المصلى لصلاة العيد. في تلك الأجواء التي تؤثثها بهجة العيد وفرحته، لم يكن ليخطر ببال أحد أن أم نوال اختارت تلك المناسبة بالذات لتفجر قنبلتها. فما أن ذهب الرجلان إلى المصلى حتى أعلنت أم نوال أن حليها التي كانت في الصندوق الفضي في غرفة النوم اختفت، وأن السارق هو ذاك العبد الحرطاني. توسلت نوال إلى أمها أن تتريث قبل أن تتهم سيدي موسى، فقد تكون نسيت أين أخفت الصندوق. ولكنها أعلنت أنها عثرت على الصندوق فارغا في سيارة سيدي موسى، لم يكن الرجل قد أخذ سيارته إلى المصلى. وجد سيدي موسى وزوجته نوال نفسيهما في موقف شديد الإحراج. حماته تتهمه الآن بالسرقة وفي يوم العيد. لم تكلف نفسها عناء البحث عن ابنها حميد الغائب عن البيت منذ الصباح. حاول أبو نوال التهدئة بأن وعد زوجته بأنه سيعوض لها كل حليها التي ضاعت. لم تكن أم نوال تستند إلى حجة في اتهامها لصهرها. رأى سيدي موسى أنه يستحيل البقاء. خير زوجته نوال بين المكوث في بيت أسرتها أو العودة معه إلى بيتهما. لم تتردد فغادرت المنزل رفقة زوجها. كانت الإهانة التي تعرض لها قاسية. كيف تتهمه حماته بالسرقة؟ كيف سمحت لنفسها بذلك؟ قطع سيدي موسى على نفسه أن يكشف المؤامرة وأطرافها. كان أحد أصدقائه القدامى يعمل ضابطا في الاستعلامات العامة في الرباط، وقد فكر أن يطلب منه مساعدته في إجراء بحث حول حميد شقيق زوجته نوال. كان سيدي موسى يعلم أن حميد حليف أمه في معارضة زواجه من نوال. سريعا أثبتت التحريات أن الشاب حميد المحمدي ابن تاجر الأثواب المعروف يتعاطى المخدرات القوية، وأنه في سبيل ذلك ينفق الكثير من المال. طلب سيدي موسى من زوجته أن تبلغ والدها بالأمر. كان في ذلك جوابا لأسئلة كثيرة كانت تساور الرجل بشأن اختفاء الكثير من الأشياء الثمينة من البيت. كانت زوجته ترفض تقبل الحقيقة، ولذلك نصب عبد القادر المحمدي فخا لولده، وما لبث أن ضبطه ذات ليلة متلبسا. طرده من البيت، وكان قرارا عسيرا أثر على صحته، إذ لم يلبث أن أصيب بجلطة دماغية ألزمته الفراش لعدة أشهر. كانت نوال في تلك المرحلة تعد رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب، وقد اضطرها الانهيار الصحي المفاجئ لوالدها إلى الإشراف على تسيير متجره الذي يعتبر المورد الأساسي لحياة العائلة. طفى حميد من جديد على السطح، وصار يتردد باستمرار على المتجر، يستولي في كل مرة بالعنف على مبالغ مالية هامة كان ينفقها في التعاطي للمخدرات. تطورت الأمور سريعا، وذات يوم ضبط وهو يبيع مخدر الكوكايين قرب إحدى الكليات. حكم عليه بالسجن 3 أعوام. بعد أشهر تم نقله من سجن سلا إلى سجن وطيطة بنواحي سيدي قاسم. كان لخبر اعتقال حميد وقع مدمر على والده عبد القادر المحمدي. كان الرجل مشلولا، بعد 6 أشهر فارق الحياة. في السجن كان حميد يبدي انضباطا تاما، ولذلك تم تمتيعه برخصة استثنائية مدتها أسبوع لحضور جنازة والده. وما أن حمل الفخيد إلى مثواه الأخير حتى طالب حميد بإحصاء التركة تمهيدا للقسمة. تجاهل اعتراض أمه التي كانت تخشى الفضيحة. لم يكن معارفها يعلمون أن حميد يقضي عقوبة حبسية. كانت قد أوهمتهم بأنه سافر إلى أوروبا في تجارة لوالده الراحل. كان حميد مصرا على القسمة قبل أن يعود إلى السجن. لم تجد الأم بدا من الاستجابة. تم إحصاء التركة
ومن خلال مشروع مخارجة علم كل وارث حظه، عادت إلى حميد عمارة في حي أجدال قيمة ما تدره شهريا 20,000 درهم. عادت إلى والدته الفيلا حيث تسكن وقطعة أرض بالسويسي، في حين قبلت نوال بالمتجر وما فيه من بضاعة. كانت تعلم أن القسمة لم تكن عادلة، ولكنها تراهن على قدرتها في تنشيط تجارتها. ظل سيدي موسى بعيدا، فضل السفر إلى الخارج. عاد حميد إلى السجن ليكمل عقوبته الحبسية، ولكنه لم يعد كما خرج، لم يعد ذاك السجين المنضبط. كان الدخل الشهري الذي تسنى له مما ورثه قد أورثه عجرفة وتعاليا، انساق إلى تجارة المخدرات والسجائر داخل السجن ذات لجنة تفتيش، ضبط وحكم وأضيفت إلى عقوبته الأصلية 2 سنين. في الرباط كانت نوال تثابر في تطوير تجارتها، يساعدها زوجها سيدي موسى، بفضله تسنى لها أن تقيم علاقات مثمرة مع أطراف عدة. رزقت نوال وزوجها طفلا وطفلة، كان محور كل اهتمامهما وأيضا اهتمام جدتهما. لم تعد المرأة وقد تبدلت أحوالها تنعت صهرها بالعبد الحرطاني. خاب أملها في ابنها حميد الذي ساءت أحواله في السجن. ذات مرة بعث برسالة إلى شقيقته نوال يطلب منها أن تجعل زوجها يتدخل للتخفيف عنه. حسبت نوال أن سيدي موسى سيرفض، ولكنه أشفق لحال سهره، حاول ولكن ملف حميد لم يكن يتيح فرصة للتدخل. ظن حميد أن سهره تجاهل استعطافه، ولذلك زاد حقده عليه، وتلت رسالة الاستعطاف رسائل تهديد. قال حميد إنه سيحول بيت صهره إلى جحيم لما يغادر السجن. قضى عقوبته الحبسية، سعى إلى البحث عن عمل، وكان قد تعرف في السجن على منعش عقاري حبس لإدانته بالاتجار في المخدرات. أقام معه شراكة، وقد اضطر لاقتراض مبلغ مالي هام من إحدى المؤسسات البنكية لقاء رهن العمارة التي آلت إليها. قام شريكان بتنظيم عملية تهريب مخدرات إلى أوروبا درت عليهم العملية أموالا هامة. أغرته اللعبة في المحاولة الثانية، استثمر كل ما كان لديه في شحنة مخدرات جديدة إلى أوروبا. في تلك المرة لم تسلم الجرة، ضبط صاحبه بينما أفلته، أفلت ولكنه صار بلا مورد. عاد إلى البيت، ومع مرور الأيام صار يحاول إقناع والدته ببيع الفيلا التي تسكنها. كان يضغط بقوة، ولكنها تلافيا للحظة ضعف وهبتها لحفيديها ابن وابنة نوال وسيدي موسى. بعد فترة اكتشف حميد هذا الأمر، صار الآن يهدد شقيقته، يضغط عليها لتقنع والدتهما بالتراجع عن هبتها لفائدة الحفيدين. كان يأتي إلى منزل نوال بعد أن يغادر سيدي موسى إلى عمله، باءت كل مساعيه بالفشل. ذات ليلة تسلل إلى بيت شقيقته، دخل غرفة الطفلين وحمل الولد. أفاق الطفل مذعورا وهو يصرخ. استيقظت نوال، وما أن خرجت من غرفتها حتى وجدت حميد يحمل الطفل بيد وفي يده الأخرى سكين، كان يهدد بذبح الولد إن هي قاومت. كانت الجدة أم حميد نائمة في غرفة مجاورة. لما سمعت صراخ الطفل أفاقت وخرجت. أمام المشهد الرهيب لم يمكنها إلا أن تتوسل إلى حميد. توسلها أيقظ سيدي موسى. كان في حالة هياج، كان يسب والدته. استغل سيدي موسى انهماكه في شتم أمه وشقيقته، باغته من الخلف، ارتمى عليه لإنقاذ ولده. وقع حميد أرضا والطفل في يده، لم يصب بأذى، ولكن السكين التي كانت في يمينه انغرست في صدره. لم يتمكن أحد من إسعافه، ظل يتخبط ثم مات. تم إبلاغ الشرطة. ظن العميد الذي تولى البحث أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مبيتة دبرها سيدي موسى وزوجته. تلك الليلة قضاها سيدي موسى رهن الاعتقال الاحتياطي. بعد معاينة الجثة خلص الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة بأداة حادة في القلب. تأسيسا على ذلك طلبت النيابة العامة استجواب كل من كانوا في البيت لحظة الحادث. تم استجواب والدة حميد وشقيقته نوال.
كانت الأم مغرقة في حزنها، مهما كان في نهاية المطاف هي أم مكلومة لموت ولدها الوحيد، هي حزينة لاعتقال صهرها بجرم لم يرتكبه. لما استقبلها العميد للتحقيق معها استجمعت قواها ما تبقى لديها من قوى، قالت إنها قتلت ابنها حميد. فاجأت العميد لما سألها كيف قتلتها، قالت قتلته عندما كنت ألبي له كل مطالبه وهو طفل، وعندما كنت أحول بينه ووالده حين كان يهم بتقويم ما يعوج من سلوكه، في تلك اللحظات كنت أقتله. أكدت أم حميد أن سيدي موسى لم يقتل حميد، وإنما حاول إنقاذ ولده الذي كان حميد يهدد بذبحه. قالت إن حميد وقع لحظتها أرضا فانغرس السكين الذي كان في يمينه في صدره. تطابقت أقوال أم حميد مع أقوال نوال وما قاله سيدي موسى. حميد كان المسؤول عن مصرعه. تأسيسا على الملف الذي تقدمت به الشرطة، قرر الوكيل العام حفظ القضية لعدم توفر عناصر الجريمة.